شيخ سعد، انا نجي لك يعني باش نقولوا لك يوم 14 نوفمبر غير ما كتهجوا هكذا باش نفروها بكري وخلونا يعني تكاليفياو الله كوب دي موند. فهمت سي سعد؟ انا فهمت. هذا مشكل هاويس طرح تقولي انا، ولكن يخوفوا فينا يا سعد. ولا مراهم ما تبلع فمك، اسكت ديجا قلقني على بالك يا الفرعون. غلطة عويصة هادي يعني كي حتو خاطر كي تجو راح نرمدوكم ناكلوكم نشربوكم ونقطعوكم دير حاجة لعمرك. واش سعد خدمت لك خدمة؟ شوف قلا وروح قول مسار وقولهم بلينا جايين ونقطعوكم إربن مسودة نقطعوكم، وقول لهم من عند سعدان باللي احنا صغيريا طونجي روح وماذا بيك ما تطوش مراك وتلغاو لك 14 نوفمبر يا الفراون الكلب. يصبر بسد يا مهبول يا مهبول وان تو دي يا مهبول.